تنفيذا لتوجيهات محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل، أكد مدير مجاري المحافظة المهندس نمر عادل أن هناك اجتماعات متواصلة لبحث رفع المستوى الخدمي والاستعداد لموسم الأمطار، فيما بين مسؤول قسم مجاري بلد أن الأعمال مستمرة في مشروع المجاري والذي سيخدم الأحياء السكنية، مشيرا إلى أنه سيجري تشغيل شبكة المياه الثقيلة قبل نهاية العام الحالي. بناء على توجيهات السيد محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل واستعدادا لموسم الأمطار فصل الشتاء، تقوم مديرية مجاري صلاح الدين بالاجتماعات الدورية في مقر المديرية والاجتماعات لمدراء مراكز مجاري الأقضية، وذلك لبيان الاحتياجات والنقصات الموجودة في أقضيتهم، وذلك ليتم معالجتها من قبل مديرية مجاري صلاح الدين وكوادر المديرية، وذلك لتقديم أفضل خدمات لمواطننا الكريم في أقضية المحافظة. وبالأخص نحن الآن دخلنا في فصل الشتاء، وفي هذا اليوم المصادف 19/11/2019، يعني ما يوحي إلى أن نشد الجهود ويكون العمل بقاط، يعني إذا كان العمل يكون مضاعف وبوتيرة عالية جدا من أجل السيطرة على كميات الأمطار الساقطة في أقضية المحافظة. في مركز مجاري بلد الأعمال مستمرة لاستقبال موسم الأمطار، وإن شاء الله جهزنا المحطات، جهزنا الآليات استعدادا للموسم الشتوي واحتمالات تساقط الأمطار سواء كانت بكميات كبيرة أو قليلة. أما بالنسبة فيما يخص المدينة فهناك مشاريع عملاقة، وخاصة مشروع مجاري بلد اللي يشمل أحياء 5 مستمر العمل بها، وإن شاء الله أول حي في نهاية هذا الشهر يبدي تشغيل شبكة مجاري المياه الثقيلة. أما فيما يخص المرحلة الثانية من مشروع إنشاء المرحلة الثانية لمحطة معالجة مجاري بلد، فتوقف بسبب أحداث داعش، لكن العمل إن شاء الله يستعيد نشاطه بعد أن وافقت الوزارة. المحافظة هناك دعم، ومن المديرية هناك دعم، لكن يعني حسب نسبي، يعني حسب ظروف المرحلة اللي احنا نمر بها. وإن شاء الله وعدنا السيد المدير خير يعني بهذا الاجتماع بتنفيذ جميع الطلبات للتهيؤ للموسم الشتوي.